كل ده ما ينفعش مع اسرائيل. فين بلدك وفين جيشك؟ بركان من الغضب المتفجر ألقى بحممه على مشاهير ومؤثري العرب دون استثناء في حملات تبدو عشوائية بطبعها وتفتقر إلى هدف واضح، بينما تعكس حالة من الاحتقان والغليان الذي لم يلق له متنفساً آخر. وكلما اتسعت القاعدة الجماهيرية للمشهور كلما اشتد القصف على جبهته. على الأقل رسالتي وصلت، أنا شفت تعليقات الحقيقة يعني دهشت. ورغم محاولة مشاهير الدعم بالفعل إلا أن سيل الانتقادات ضدهم لم ينقطع، كبعض الفنانين السوريين الذين استنكر متابعون دعمهم على حساب ما يحدث في سوريا بحسب تعبيرهم. يا عمشي ويا حيف على هيك ثقافة وعلى هيك عقول. واتهمت اليوتيوبر المصرية ولاء علي بسعيها إلى التفاعل والشهرة، ما يدفع للتساؤل ماذا يريد المتابعون حقاً من مشاهيرهم الذين في الحقيقة يمتهنون مهناً لا تمت للسياسة أو القضايا الدولية بصلة، إلا أنهم يجدون أنفسهم تحت رحمة جمهور يدفعهم للخروج من دائرتهم الخاصة إلى خط الدفاع الأول عن غزة بدعوى إيصال الصوت الذي ربما يحدث تأثيراً على الرأي العالمي، الأمر الذي قد يكون صحيحاً استناداً إلى القاعدة الجماهيرية للمشاهير. احنا مش عايزين كلام، اعمل اللي عليك، مالكش دعوة انت بالسياسة خالص، انت مالكش دعوة، انت مالكش دعوة انت. لكن السؤال والذي طرحه بالفعل الفنان المصري محمد رمضان غاضباً بعد الضغط الكبير من متابعيه لدفعه إلى دعم غزة، من هم الآخرون الذين علينا إيصال صوتنا لهم؟ مين هيدافع عن عربي زي وزيك؟ بنقول كلام عاقل. أما إليسا فتصدت لحملة انتقادات مكثفة ضدها لاستمرارها بإحياء الحفلات واصفة المنتقدين بالفاشلين والفارغين، ويبقى المشهد سوداوياً في ظل الحرب الراهنة غير المتكافئة والتي تعزز حالة من الغضب الأعمى للجمهور على مواقع التواصل أمام مئات المشاهد الدامية التي تنهال عليه قادمة من غزة.